أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة إخبارية من قناة المكلا المحلية، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. محافظ حضرموت يبحث مع وزير الثقافة الوضع الثقافي في المحافظة. حضرموت تحتفل غدا الأربعاء بالذكرى الثالثة لتحرير مديريات الساحل. مناقشة آلية مراقبة محلات الصرافة المخالفة بالمكلا. أهلا بكم. أصدر محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني التعميم رقم 15 للعام الجاري بشأن قرار رئيس الوزراء رقم 2 لعام 2019، وقضى القرار بتعيين الأخ مجاهد سالمين بن علي الحاج مديرا عاما لقناة حضرموت الفضائية. بحث محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية لواء ركن فرج سالمين البحسني اليوم بالمكلا مع وزير الثقافة مروان دماج الوضع الثقافي في المحافظة وجهود السلطة المحلية في إعادة تفعيل وتنشيط الواقع الثقافي والفني وإحياء الموروث الشعبي الذي تزخر به حضرموت. واستعرض المحافظ الأوضاع في الجانب الثقافي مشيرا إلى دعم السلطة المحلية للاهتمام بإعادة تأهيل المواقع والمنشآت التاريخية وتنفيذ معرض دائم للصور بالمكلا وإقامة فعاليات ثقافية وفنية على مدار العام ومهرجانات سياحية وثقافية وإعداد برنامج ثقافي وفني متكامل للاحتفال بالذكرى الثالثة لتحرير ساحل حضرموت، مؤكدا على أهمية دعم وزارة الثقافة للواقع الثقافي في حضرموت. بدوره شكر وزير الثقافة جهود قيادة السلطة المحلية بحضرموت واهتمامها بالقطاع الثقافي، وأكد على ضرورة تضافر الجهود لتفعيل النشاط الثقافي في حضرموت التي تزخر بموروث تاريخي وتراثي. أكد وزير الثقافة مروان دماج أهمية الحفاظ على الموروث الثقافي والفني التي تزينه حضرموت، ووضع الدراسات اللازمة لتطوير الأداء التنقيبي للآثار والمقتنيات التاريخية. واستمع وزير الثقافة خلال زيارته إلى فرع الهيئة العامة للآثار والمتاحف والمخطوطات ومتحف الآثار في المكلا إلى شرح مفصل عن تاريخ المتحف وسير العمل في مشروع تأهيل وإعادة ترميم قصر السلطان القواعيطي. إلى ذلك قام وزير الثقافة بزيارة إلى حصن الغويزي واطلع على سير العمل في مشروع إعادة وتأهيل الحصن بهدف تحويله إلى نوال متحف عسكري في المستقبل. وفي سياق آخر اطلع وزير الثقافة على الأعمال الإنشائية لمشروع مسرح ديوان المحافظة مستمعا من المدير العام لمكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت خالد القحوم إلى شرح مفصل عن مكونات المشروع والأهداف الإيجابية التي سيحققها إنشاء هذا المسرح على الحركة الثقافية في حضرموت. تحتفل محافظة حضرموت يوم غد الأربعاء بالذكرى الثالثة لتحرير مديريات الساحل من عناصر تنظيم القاعدة، وتشهد المحافظة بهذه المناسبة إقامة فعاليات تعكس افتخار واعتزاز حضرموت بأبنائها الذين نجحوا في تحرير مديريات الساحل في 24 إبريل عام 2016 من عناصر القاعدة. ويقام بهذه المناسبة عرض عسكري للمنطقة العسكرية الثانية والأمن وافتتاح ووضع حجر الأساس للعديد من المشاريع ومنها النصب التذكاري وجسر المعابر بمديرية حجر، بالإضافة إلى مشاريع استراتيجية وحيوية أخرى. أعلنت إدارة مهرجان الوفاء ذاكرة الخلود عن انتهاء تقييم المشاركات التي قدمت في مسابقة الصور التوثيقية والتعبيرية ومسابقة الرسم التشكيلية، حيث انتهى استلام مشاركات المسابقتين بتاريخ 10 إبريل. وقامت لجنة استلام مشاركات الصور التوثيقية بفرز الأعمال التي قدمت للمشاركة وقدر ب 206 مشاركة، وحصل في مسابقة الصور التوثيقية والتعبيرية على المركز الأول المشارك خالد بامطرف، فيما قامت لجنة استلام مشاركات مسابقة الرسم التشكيلي بفرز الأعمال التي قدمت وقدرت ب 152 مشاركة، وحصل فيها على المركز الأول خالد باوزير. وأكدت إدارة المهرجان بأنه سيتم تكريم الفائزين في الحفل الختامي للمهرجان والذي سيصادف 27 إبريل بساحة شهداء حضرموت والنصب التذكارية.
ناقشت قيادة البنك المركزي بالمكلة والنيابة العامة والأمن والشرطة بساحل حضرموت آلية مراقبة محلات الصرافة التي لا تلتزم بتعليمات البنك المركزي فيما يخص بتوحيد سعر العملة الصعبة المحددة من قبل البنك المركزي بالجمهورية. جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر النيابة العامة بالمكلة، وتطرق الاجتماع إلى محلات الصرافة المخالفة التي لا تعمل بموجب تصاريح رسمية، إضافة إلى تجار السوق السوداء للعملة الصعبة، والعمل على مراقبتهم وضبطهم بالطرق القانونية. وشدد المجتمعون على ضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة التي ستحد من التلاعب بأسعار العملات الصعبة ما يعود بالضرر على المواطنين، مؤكدين على تضافر الجهود وتوحيد الرؤى وإلزام أصحاب محلات الصرافة بتوجيهات البنك المركزي في هذا الصدد. عقدت الدائرة السياسية لمؤتمر حضرموت الجامعة اليوم بالمكلا لقاء ضم أحزاب وقوى سياسية ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة حضرموت لتدارس الرأي والمشورة حول الأوضاع الراهنة، لا سيما تلك التي تخص بحياة ومعيشة المواطنين. وفي مستهل اللقاء حي المجتمعون الذكرى 3 لتحرير ساحل حضرموت من عصابات الشر والتطرف والإرهاب، كما تم مناقشة سوء خدمات الكهرباء وانقطاعاتها المستمرة، وكذا الاختناقات في مادة الغاز المنزلي، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات الهامة ومنها انتشار الكثير من الأوبئة والحميات الغريبة والضغط المتزايد على المرافق في مواجهة هذه الأمراض والأوبئة وتحسين الخدمات الصحية. ووجه في ختام البيان نداء إلى الأجهزة الحكومية بضرورة تسارع جهودها في التدخل لرفع المظالم عن حضرموت وإنصافها وإسنادها بما تستحق. يقيم مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت عبر اتحادات الألعاب الرياضية المتخصصة واللجنة الفنية عددا من الأنشطة والفعاليات الرياضية تزامنا مع الذكرى 3 لتحرير المكلا وساحل حضرموت، والتي تأتي برعاية محافظ حضرموت وإشراف اللجنة العليا للاحتفالات بالمحافظة. وأكد مدير مكتب الشباب والرياضة بساحل حضرموت الكابتن حسن مسجدي أن هذه المناسبة الوطنية الهامة يحتفل بها قطاع الشباب والرياضيين مع مختلف القطاعات بالمحافظة في ظل الاستقرار الأمني الذي تشهده مدن ساحل حضرموت. وأوضح مسجدي أن الفعاليات الرياضية التي ستقام بالمناسبة 3 فعاليات رسمية في رياضة التايكوندو وسباق الطريق لذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا سباق تجديف القوارب، ويتزامن موعد ذكرى التحرير مع بطولة بناء الأجسام وفعاليات رياضية كروية. نهاية النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. محافظو حضرموت يبحث مع وزير الثقافة الوضع الثقافي في المحافظة. حضرموت تحتفل غدا الأربعاء بالذكرى 3 لتحرير مديريات الساحل. مناقشة آلية مراقبة محلات الصرافة المخالفة بالمكلا. هذه كانت نشرة الأخبار قدمناها لكم من قناة المكلا المحلية. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.